إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، عشر كوحو كبلا ميا كتابك العربية بين يديك جزء اللباد حاشية صدح بقول إيو تضبية صدم. اقرأ آخر ما يلي وحصو صعودة ثم ضع علامة الصح علامة أما علامة الصواب علامة الصح كقر أو علامة خطأ أما خلط كقر وحلقا ويديو. كان روحها الجاحد إنك اللي أرنجري من كتاب العربي تذكى عربات قراغ أبو أها قراغ كتبها قرا أيها هانشر ننكاس المشهورين آد كلوية قانيبو أها. وعندما كان شابا مركو هانند اللي يرأى صغيرا أوير كان روحها يحب النينش على القراءة آخر سكوتش على كثيرا آد إن بضن بوش على إن بضن إنه روح أخريه ويقضي وحو كل ما يسنجري وقتا طويلا وقت الدير عند الذين كوي أكتودا يبيعون الكتب كوي كتبت إيبيا أيو إن بضن أكتوغي شري دكامة كتبت إيبيا مكتبضة ويشتري كتبا كثيرة كتب فربضنا وسوء بسنجري. وكان وحو هان شري يسكن وحو لدقنا في بيت واحد قري كليا أيو مع أمه هو يدي لدقنا يسقي هو يدي وقري وديا ودقنا. وكان وحو هان شري عندما يعود مركو كسوان نقضو إلى البيت مركو قري كسوان نقضو كل يوم مال والبا يحمل مثل توأها معه أكتيس يعني نسيت بعض الكتب سواء كتب تقار كمدس تعصب أي مال والبا سوه ينشر وسوان نقضو مالين كستمر هنقول يكون صنع قدر كتب عصبه ستا في يوم من الأيام مال معلمها كاملة أي رجع صنع قدي الجاحد إنك لورين جري الجاحد إلى البيت يقول يكون صنع قدي وطلب وحو ويديستي من أمه هو يدي أو كعط صدي أن تعد إنا أدي يا ريسو له إساق الطعام عنطو وحو العنطة ربها نعنطة إيه سمي. فذهبت هو يدي ويتكتي وحضرت وحو صد يا ريسي له إساقوا أنك الجاحد طبقا صحن كبيرا وين وفيها أوراق أي كترا ورقضه يو كتب كتب أي كترته وحاود يارسي صحن وينه وراقها وحلقه قرأ أي كتب كترته. فسألها ويدي ما هذا وامحي وحني يا أمي هويوي عنتي سميبان كوريه حاشيها لي كتبتا آدميشا كسوري دي وامحي. فقالت وحا كتري له إساقه يذبا كتري هذا هو الطعام هذا كان هو يسوى الطعام وعنتده الذي عنتده تحضره أدنوك أنت لنا أنك كل يوم مالي ورب عنتده أدنوك أنت هو تنون موحك أدنوك أنت مالي تما دورا قيو كتب أدنوك ستوم أدنوك أنت كيف أشتري سيدين كوكو سوي بيا لك أدنك الطعام عنتده سيدين كوكو سوي منكرا وليس لدينا إساقه أكتري لهين مال وحا هنتئة iyo xoolo aan ku soo iibino ilaan ma hayne adna wax ma nooma keentid oo waxad keenta waraaqahan iyo kutubahan waraaqada iyo kutubahaasaan u haynaa dadad cunaysa cunba ku tin kharajow bahay aljaahidu ninkii loon jiray ba ka baxay meel beeti gurigi buu ka baxay wadahaba ila masjidi dabana masajidku tagi waaxada wuxuu bilaabay yufakiru inuu ka fikiro fiima yafcalu wuxuu yeeli laha wuxuu dabadeena yiri isagoo fikirayo baxay war maxaan yeelaa oo deeyaabano waxbarashadan uu jecel yahay lacagna deema hayo وبعد قليل إن يردبديد دخل وحو قلي المسجد مساجدكي أيو قلي إن يردبديد وبعد قليل يرد بديد دخل وحا سوق قلي المسجد المساجد وحا سوق قلي وحا سوق قلي احد المسلمين
وبعد قليل يرد بديد مركم مساعد في سوق ليسق أو وح وذهب إلى المسجد إنك مساعد كي بتجي وأخذ وح بلا بيفكر إنه كف كرا في ما يفعله وح يير لها لعجنة دمها يهو يدير كلمة أعطيك هذا القصة كتري وبعد قليل يرد بديد مركم شوقي دخل المسجد دخل وح سوق لي أحد المسلمين قار مسلم من مسلمين تكمدا مسلمين تألغني أهم ما رقبان كأه أي سوق لي مساجد وسأله وح ويدي يا جاحد جاحدو لماذا تجلس محاض فريستي هنا هلكم هلكم محاض فريستي وامحي وتضع وأدو صارتي يدك قعنت هذا على رأسك مضح محاض مضح قعنت أدق أو سيدي قف وحكل عين انت هلكم فريستي أبقى قعنت أنا مضح وصارت أخبره وقور همي إنك الجاحد الجاحد بقى وقور همي بما حدثه واحد عي يوحي هو يدي كتري فأخذه واحد قاضي الرجل إنك باسيك حي إلى بيت يقول يسبوك حيانك مع القبائن كه إن كيمبول وعطاه طعاما عنتوسي له إسقى ورومي هو يدنا عنتوسي عنتذانه هو يدا وجيبول وعطاه 50 دينارا كنت دينار العقار يا هانا وسي أنت أزواج سد عضي تبي نسوا على لجاو الدينية وحلي مركا حدثت ويد عضي هذه تن الحادثة عضضني ويد عضي عندما كان الجاحد مركو جاحد ها طفلا المير صغيرا وير طفل جوا مركو المها أنو كان قارين ويري هاي تاول قلت ياو مركو اللي يرد أهابة هاي ده مو هين كلكو شابا صغيرا بوها إن اللي يرى أو داير بوها لكن مو هين المير عهورا مو هين 9 كان وحوها الجاحد نكر هذا يقضي وقتا وحو كل ما يسنشري حلي طويلا دير يقرأ ويسوق أو وحكو أخرية في البيت جوريجا تاول قلت ياو وحين هو أين صامر رأي ويقضي وقتا طويلا عند الذين يبيعون الكتب مكتبات الكتب تلقوا يبيعوا أي بدن وقت كوك قادم كذي 10 كان الجاحد هو يحب القراءة آخر سكوت على تاول صحيا 11 عندما يرجع إلى البيت مركوجور يكون صار نقضه كان يحمل الطعام والأوراق وحوس هو قادم كذي عنتي أوراقه تاول قلت ياو يحمل الأوراق والكتب كتب يوراق وسوق قال يشتري عن تم وكذي شرين 12 قدمت له أمه طبقا فيه أوراق وكتب قدمت واحد صهر ركتي له يسق أمه يدي طبقا صحن فيه أي كشرته أوراق وراقه يو كتب أي كشران ثان أول قلت يا يو واحد صهر ركتي طبقا فيه أوراق وكتب ها طبقا فيه أوراق وكتب صح waa soo horigtay dabaq ay ku jirtaa ku jiraan waraaqay ku tubo taar wala saxay asaasi ugu soo horigtay 13 kaanad usratul jahid waxa ahaa reerka uu ka dhashay qoyska jahid faqiratan usra maan maal qabeen iska saboola oo aan wax mahaysata ahaaye taan wala saxay kharaj jahidu jahidu wuxuu ka soo baxay min bayti gurigiisa uu ka soo baxay maalinta ilal masjid masajid ku yimid oo uu isagoo saciid u faraxsan taasina wala qaldaya isagoo murugaysan ayuu maalinta ka soo baxay saaniyan waa yahay kalaba ama qaybta labaad ee imtixaanku waxa weeye ataraakiib wal qawaacid waa taraakiib iyo jumlooyin taraakiibtu waa jumlooyinka iyo qawaacidki daa calaamada sawaab calaamada sawaab waxa dhigta bijaalib jumlada saxiixati jumlada saxiixa ah dhinaceeda saar waa calaamada khata calaamada khaladkana bijaalib jumlati jumlada dhinaceeda alaati fiha khatoon jumlada khalad ku jirana خلط أغلق واحد باهو رسو مدولي وآلف يبقى سؤال كستابا سافرت وحن أصفري إلى بلدي ووضن كيقمان أصفره ونصعد علي صباحا أرورتي أرور نمدي با تاسالة صحي أرد با سافرت وحن أصفري إلى بلدي بلد كيقمان ووضن كيقمان صباحا صباح أما صباح مركا أما صباح أما قدر أمو هستوبين أمو قرطاتني دلتا سواء قلطوا وظرف وظرف ولا نسبيا اثنين أو ألف وقيمت كوبادة وحد الإسلام إسلام هو محمدي عند المسلمين المسلمين تأكتوا ذو مدي تاسوا لقل ديا ووحد صح بعض وحد المسلمين وحد الإسلام بين المسلمين وهو مدني ما كده حسمي يأسكو حر أرق إسلام كي دين تي إسلام فو تدك مسلمين تي دين تهاي استا إسلام وأمض كم ديسن دين تا إيو وحياة بطن ثلاثة أعرف غيبت الكوبات أنتم لم تسمعوا الآذان إذنكم آذان كما يدان مقال تاسالة صحية با أنتم إذنكم لم تسمعون الآذان آذان كما يدان مقال أو إذن نونتي لقوين لها
oo jaasimku jari lahaa ayaan la goynin xagga dambe. Su'aasha xaggeeda dambe arbaca alif hum yatacallamuuna luqata alcarabiya, waxay baranayaan, hum yatacallamuu waxay baranayaan aluqata alcarabiya, af carabiga ay baranayaan, taa waa la qaldayaa. Ba tan baasaha hum iyagu yatacallamuuna waxay baranayaan aluqata alcarabiya, taa way baranayaan, oo taa nuunki baa la gooyey biqayr lijaasim sugun jaasim jirin. صحيح الأخطاء وحيابها خلدن هذا كان صح في الكلمات كلمتها أرد هلك سؤال سامي كانوا كبحني لبو قف كهلية تهارين كسو بحذينا أفريتهم بكهلية. صحيح الأخطاء خلدات كصح في الكلمات التي تحتها خط كلمتها حريق كهوس يالو قلدات بقى كتري مدل بقلد كذا صح. واحد عاشون مراضي المسلم قف في مسلم كها سعيد مركز سعيدا ولا كربي وحاله لما كانوا على جودي لأن قلت جودال كوكشرا. اثنين أصلي وحن كنت كنيا خلف مقام إبراهيم، مقام إبراهيم ماشي على حاجة دم بان كنت كنيا تاسو قام دقو صورة حضرة يو يو ساسي صح كوتاي وحب الله ما قلت يو ساسي يو صح كوتاي. ثلاثة أمتنا أمة دينو أمة واحد وأمة كلية واحد ما قلت كوكشرا يو واحدة تنين ليلة وي أو طال الرعيو إلا أمة ومؤنثة. أربعة سأبقى وحن جوغي دونا في مكة مكة يوم مالين بان جوغي دونا تاني يوم كاساق لده يوما وضرفه ولا نسمنا إياه لأنه سأبقى في مكة يوما مالين بان جوغي دونا. خمسة في السنة سنة دوحة كتيرة إثنى عشر شهر لبيه توم بلود تاني شهر باق لده وضرفه وإن لكره ولا إثنى وتميزي وتميزي وإن لكره ولا هذا إثنى عشر شهر لبيه توم بلود. أربعة ستة لدي ألف ريال وحنا يستأكل ريال كنا وحوي قلت بأكل ريال ولا كربي ولا هاصدبو وألف يم أيه وحوي مفرد مجرورة تميز كل سنة صامرني لدي ألف ريال مالون مركنا ولا هاصدبا ده نقل هذا كسوق كتيرة. سبعة قابلت أخو سعيد مالك كرمي كنا أخو قلت بأكل ومفعول كيف فعل خمسة ولا كربا قابلت أخا سعيد اللي لهذو. ثمانية تناولت شايا دافئ وهن عبي شاهديرهن مركز شايا هذه ليلي وإن دافئا ليلة هذا استفاديسة تبنى والله هوسط وإن عفقيسي سقو معنعود في منصوبة تانا قلت بها كترة أفرد رتوقف وكهل هيريا هدو الصحوط سؤالها. واسديد لكن حكو هيريا أفر ضع الكلمات الآتية في مكانها المناسب من الجدول. ضع واحد كقر تاضكتا الكلمات كلمتها الآتية تصوصعها في مكانها ماشى إلا ذهي المناسب يكوهبون من الجدول. الجدول كان هو سيستدح هذا ميراضة مدول لها الكلمات كوها قاتل ما حيستدح ملوك ليهين ميلوا في الزمان ميلوا أدر في المكان ميلوا من الأسماء الخمسة أسماء الخمسه مدول لها الكلمات كوها قاتل صباحا لقيت كقريسا در في الزمان كانت كقريسا أخوك لقيت كقريسا أفعال أسماء الخمسة هاد كقوريسا شرق أو حق بريا هل كيد كقوريسا ظرف مكان كاد كقوريسا ظهرا واحد كقوريسا ظرف زمان كوا وقت يدو أبوك واحد كقوريسا أسماء الخمسة غربة حق قلبت ظرف مكان كاد كقوريسا حموك أو صدق قاعد صارهان واحد كقوريسا أسماء الخمسة ليلا واحد كقوريسا ظرف زمان كفوق أو حق سراء ظرف مكان كاد كقوريسا مساء أو غربتيا ظرف زمان كاد كقوريسا تحت أو حق هوسا ظرف مكان كات كقوليسا يوم واحد كقوليسا ظرف الزمان ووقتي فوق أفكارا واحد كقوليسا أسبوع الخمسة عند أكتيسا أنت بدن واحد نقطة مكان كات كقوليسا زمن كان واحد نقطة وهذه الجور واحد الله إضافي أيك هذيل هذا عند المسجد وحويا ظرف مكان هذيل هذا عند الظهر أو كرر ظرف الزمان كل بوح الله إضافي نقطة لكن مكانك أيات كل كور كقوليسا ذو مالي قف حول عليه صاحب المال حق واحد كقوليسا أسماء الخمسة ثانية سدح دريش وقف كهرية. ثالثا قيمة سدح هذا امتحانكو المفردات وأريو سير بين الكلمة كلمتي واحد صحر لسا كلمة دقيو ومضادها ككسور كيدا الكلمة تركنا يكون قرنته واستيد كلمة دوت مضادها كمدل بكسور كيدا واستيد كلي هذا واحد قرطة أكبر سو معركتيد أصغر كانت كقوليسا كمدل كهوسي أي أسك سور كيدا حريق بارا سقول حريا إدمئنان واد جنانشية حصلونينا بتقليو waxaad ku qoraysaa ka u dambeeyay xariiq ku xiraysa oo khawf cabsi ah daciifatan mid taagdaran oo waxaad saddexada waxaad ku qoraysaa halka wowga oo qawiyo mid xoog badan istareeytu
waxaad ku qoraysaa oo ka soo horjeeda halka bictuda oo hada oo ishtareytu marka lacagtay siito ed sheega soo iibsanaysa adugu marra waa marka bictuna aad lacagta doonayso ead sheega haysata la iibina materialka ah jalasa wuu fadhiistay waxa oo kasanaada waxaad ka soo horjeeda jiimka oo qaama wuu istaagayaa ajnabiyun qof wakalixaada oo a qofka yani dalka qof shisheeyo dalka jooga maalan ama qof shisheeye ah oon dalkan u dhalan ba'da halkeeda maxaliyun qof deegaan ah oo muwaadin oo dalkan yani maaragtay u dhashay ka toddobaad waxa weeye xaraamu shay aan bannaanayn waxaad ku qoraysaa daalka oo xalaal ah wax bannaan walaba iska soo horjeeda mid waliba saciidun oo a maalan qof nolol wanaagsan iyo raaxa ku nool iyo farxad waxaad halka u horeysa ku qoray shaqiyun qof yacni ku nool nolol xun iyo silic walciyaadu billaahi oktub jamca alkalimaati alatii taxtahaa khatun waxaad qortaa jamca kelmadaha xariiqu ku hoos qoran yahay jamcooda qor adugu kelmadihii waa kuwan aljumla xaggana waxaa lagu qoraya jamci marka waxaa halkan qoran haadihi nicmatun min allah tani waa nicmo xagga ilaahay ka timid nicmada xariiq ku qoran yahay haadihi nicamu baad odhanaysaa marka nicamun min allah waa nicmooyin xagga ilahay ka yimid ra'aytu waxaan arkay alxaadita shilkii baan arkay alyowma maanta yacni waxaa odhanaysaa ra'aytu alxawaadita alyowma maanta ayaan arkay oo xawaadit baa la odhanaya acdinii waxaad isiisaa nasiixatan tale isii waxaad marka qoraysaa acdinii nasaa'ixa ayaa lagu jamcinayaa talooyin isii wanaagsan haadihi tani bay'atun nadiifa waa deegaan nadiif ah waxaa la odhan karaa marka haadihi bay'aatun waa deegaanmu la odhanaya addowlatu almutaxadiratu dowladda ilbaxday ee dadkeedu ilbaxay saciidatun waxay ku nooshahay nolol wanaagsan oo qiimo leh adduwalu lmutaxadira baa marka la odhanaya dowladaha ilbaxay oo jaco baa laga dhigaya adduwal akhadtu waxaan qaatay ashahaadati shahaadadii baan qaatay alyowma maanta waxaa lagu jamcinaya akhadtu shahaadaati marka la jamcinayo shahaadooyinkii baan qaatay alyowma maanta waa kuwa yacni qalinjabinta had iyo jeer maaratay waxbarashada hadduu qofku saxo saddex darajuu helaya halkan waxaa ku qoran alcaalamu lislaamiyu dunida islaamka halkaa ku qoran halkana alamnu baa ku qoran dabeedna wuxuu ku yihi dac waxaad dhigta waa nabadgelyadii iyaduna dac waxaad dhigtaa alkalimaati alaatiya kelmadaha soo socda taxta alcinwaani almunaasib cinwaanka ee ku haboon lahaa kelmadaha mid walba teeda hoosgii halkaa maxaa rabbun baa halkaa ku qoran soo maaha soo rabbun maaha rabbun markay tahay waxaa la hoos geynayaa caalam alislaami yacni islaamnimada oo dee ilaahay ba marka magaca ilahay weeye oo islaamnimada iyo xagga qofka muslimka ilahay dee yaqaan makata waxaa la hoosgelinaya caalam alislaami waa dal islaama mujrimun waa dembiile waxaa la hoosgelinaya xagga amniga waxyaabaha loo isticmaalo sijnun waa jeelka iyo maaragtay xabsiga dadka lagu xulo amnigaa la hoosgeynayaa alislaam waa islaamnimada caalam alislaami baa la hoosgeynayaa ciqaab oo ciqaab oo mar xeer ciqaabeeda waxaa la hoosgeynaya amnigaa la hoosgeynayaa maleesiya waydan caalam alislaam waa dal islaama yaa la hoosgeynaya shurdatun waa booliska xagga amniga ay u adeegtaa oo la hoosgeynaya ashahaadataani labada shahaado ashhadu an laa ilaha ashhadu anna maxamed rasuulullah caalam alislaam baa la hoosgeynaya alqiyaamana caalam alislaam baa la hoosgeynaya sariqatun waa tuugo waxaa la hoosgelinaya xagga amniga nabadgelyada qawaaniin waa xeerar waxaa la hoosgelinaya maxay xagga amniga waa kuwa lagu shaqeeyo maaragtay amniga u shaqeeya qawaaniintu markaa iyo qodobadu halkaa hadduu intaas xa qofku saddex daraju helaya imikana waxa weeye aljumla iyo aswaba halkaa ku qoran waxaa qoran raabican alkitaabatu imika waa qoraal qaabkii qoraalka weeye wuxuu ihi alkalimaatu alatii taxtaha khatun kelmadaha uu xariiqu ku hoos qoran yahay kutibat waa la qoray khadaan si qaldan baa loo qoray waa loogu talagalay saa loo qoro oo loogu itixaamo faktub adigu qor asawaaba sida saxda ee toosan marka wuxuu yidhi naxliqu ru'uusana waynu xidhiirnaa madaxyadeenna filxaji marka xajka imika ru'uusana wuxuu dul dhigay hamsada soo maaratid wuxuu dul dhigay hamsadii alif waxaanu soo marnay marka hamsada shayga ka horeeya hadduu godan yahay wowu baa la dul dhigaa marka wowu buu alif buu dul saaray khaladkaas halkaasuu kaga jiraa sharabtu waxaan cabay min bi'ri zamzama waxaan wax ka cabay ceelka zamzam biyihiisii bi'ri ba halkaa imika hamsadii alif buu saaray waxaynu nidhi haddii hamsada kasar ka horeyso ya baa la saaraa nabra tii ahayd ee farta ahayd ayaa la saari lahaa dabeedna kelmaduna waa isku xidhnaan lahayd markaa qalad buu halkaa galayo
همزدي بصاري محي ألف يدو يألا ساري لها شعرت وحن دريمي بالإطمئناني وحن دريمي دقناشو الآن إطمئنان أيان دريمي وايهي إما كتنلفتي إذا إطمئ سو ماها فرير بها الكراس قلين لها ويأة دبيدنا ونبرأة نبرأة دبيدنا إمك ألف بصاري تاسن وقرد كما دو يسكو حدان لحيد وسن لهم أكلوا قويين الأمن مسؤوليته الجميع أمنكو واحد تدخل من ودس وضن قوارن يوم ضرنا مكده حياة وحل كاس يوم ضرنا بودي لا عد قارة مسارنا مسؤولية سو ماها مسؤولية ومسؤوليته الجميع واحد أي ودي ليه يهين نمان تدخل قارمي مركا محوها ألفن وصاري إلا هو بضموم يدي بضموم إن هو قوم وصاري هيد هو حق قدر محي إذا لفتي بقى قدر لدي ما 100 ريال بقى وحنا يسا بقول ريال 100 سلوق الوضع ركتي 100 إنه نبرس عليها دواء كسرها كهور ريسا تبدن ألف ومئة شيء دقي وكتاقي يدينا قارب وقري تاسنا وقلت وقال أنت فرير قليو همزة دول صارو تاضنا قدره أيال دوني حضر الرؤساء بحيمد تدكي مدحر أها رؤساء مركا يمكن رؤساء مركا ساء maxaa ka horeeya sukuun ba ka horeeya marka inuu gaar u qoro ayay ahay marka uu gaar hamsada xaq damaan dhigo alif insiisa u taago alifki buu dul saaray waa qalad se mas'uuliyadda soo kala ba sukuun ba kor inuu gaar u qoray ahay tanna inuu gaar u qoro oo hamsada xaq damaan uu ku qoray ahay alif insiisa isaga taagnaa waa alif ilaa sukuun meesha ku jiray hal turiid mu waxa doonaysa شيئا آخر مو واحد كلا دون سال شيئا آخر تنا إنه حاجة ضم شيئا واحد كلا دون سال إلى واحد قارئ توين بقارئ سوما توين توما نور ربان قار بحكم الله قرا ثانا مو قريني وكائن إلى سكون منو قارئ ياي سكون منو قارئ شيئا آخر أو يابا قارئ سر ربان إنه قارو قرئه تبعنا وكهم ألف ساري هذه مسألة تنا إنه قارو قرئه هم سيد أكد مسألة أول سكون بخور رأي مهمة تون وعصوت وعندنا صار نبرة أيو صار وفرتي رأي هذا هيد أيو صار قرارات كورة مركار كاسية كتيران أفر بكوير يا قفكو حضوك واصحو إما هو يرتب بسكوها جاتي الكلمات أريضة صوص على التسبيح سأو نقطة جملة جملين هنقطعني الكلمات واقو والكن قرن المسابقة حد جدا سهلة كانت صاصو مكو قريب وحرونا كانت المسابقة سهلة بها مفروض جدا آدي آد شعوب كثيرة في الإسلام دخلت يا مكان قرن دخلت شعوب كثيرة أمضى بضم أصغر في الإسلام دين الإسلام وعجوه أفرى ذلك أرجو يحدث الله يا مكان قرن حلونا يا مركا أرجو حرجينا يا الله يحدث ذلك وح أمنا سنيني إن أنا ودعين تأشرد وحوي تستحبه ونكبون تستعد وحوي مقامي خلف أصلي إبراهيم واتي الله ونقول أحمارته قال بقول قال ده ويوصح على ده وحويان أصلي خلف مقامي سوى القرآن تبغى في السير يبغى القرآن تاعي أصلي خلف مقام إبراهيم وعم قلت كنا يا جواب النبي إبراهيم دعه وكتشوف سوي وياله حقي صدام به تنو حويان ذلك أرجو يحدث الله وحويان أرجو حم رجيني إلى هيك رجيني ألا يحدث ذلك أرنت على سنان دعوة وارن أنفي عنين وارن صومر يسوى مركها الله خمسة السرقة ما في بلدك عقوبة وحلونا يا مركا ما عقوبة السرقة وما هي عقوبة أما وح عقابك ويا الأما حر عقاباتك ويا في بلدك وطنك ليه وحويان سلام أمن تعيش البلاد في وحمرك لنا يا تعيش وارن جنة تعيش وحكون نوش هاي البلاد وضنكو في أمن النبت قليو وسلام إيو مارتي النبت قليو وسلامت أيها كنو ليحي مركا تنى صدح بالقوه ليا لك لسوه قي امتحان كيوحو نقضي أفرتين دريتشو الوحدة الخامسة عشرة وحويا هو شابتر كأموا قيبتشان يتمناد أتلوثو وحوكها ليا وسخوك حق هودي ديقانك ونظافة درها كل عضو دفن النفايات وحيابها هراجة قشنك
ee had iyo jeer ka soo haro warsada ama hubka lagu sameeyo ama waxyaabo kale lagu sameeyo ee chemical ah oo lagu aaso dalalka qaar oo maartay intay ka soo qaadaan dalkooda kuwa ma aragtay warsadaha lihi ay ku aasaan marar badan dalalka dadka kale ee ay degan yihiin ee fuqarada ah. Wuxuu yidhi Axmed ana anigu qaadimun waxaan ka soo galay oon ka imid mustashfa dhakhtarkaan ka imid kuntu waxaan ahaa fi ziyaarati ibni sidiiqi saalix waxaan soo booqday ninkaanu saaxiibna saalix la yidhahda inankiisa innahu musaabu waxaa ninkaa ku dhacay bisaradaan kasar baa ku dhacay walciyaadu billah. Cabdullaahi wuxuu yihi wakayfa xaaluhu alaan haddaba xaaladiisa caafimaad iminka waa sidii. Axmed wuxuu yihi inta shara wuxuu ku fiday almaradu xanuunkaasi fii jismi jirkiisa ku fiday. Cabdullaahi wuxuu yihi laa xawla walaa quwata ilaa billah, laa xawla awood walaa quwata iyo itaal aanu leenahay ma jirto ilaa billah, ilaahay unba awood leh oo ilaahay unba inaga ilaalin karaa. Axmed wuxuu yihi kasurat waxaa badatay amraadu saradaan cudurada kansarku fii beledina wadankan way ku bateen buuri wahaada almru arrinkanina yuxayirunii wii wareeriyey buuri kasiiran in badan maan ku dawkhay yacni xanuunadan inagu batay een horen u jiri jirin. Cabdillahi wuxuu sadaqta run baad sheegtay faqad maata waxaa ku dhintay fii madiinatina magaaladeenna waxa dahaa oo qura cadadun kabiirun tiro weyn khilaala shahri waaxidin bil keliya gudaheed dad badan baa xanuunka u dhintay. Axmed baa wuxuu yihi dhakarad waxay sheegeen asuxufu ee jaraa'idadu anna hunaaka halkaa waxaa jira waa waddanka ee nufaayaatin waxyaabo waxaa jira qashin ah oo ka soo haray warshadaha iyo waxa la midka ah oo madfuuna tan lagu aasay fii bilaadina waddankeenna oo ummado kale ku aaseen. Cabdullahi wuxuu yihi min ayna halkay jaad ka timid tilka nufaayaatu waxyaabaha qashinka ahee kemikalka ahee khatarta ahi ee maaragtay waddanka lagu aasay xaggee ka yimaadeen? Axmed wuxuu yihi axdarat waxaa keentay min uxdirat waxaa laga keenay uxdirat waxaa laga keenay min bacdi duwali dowladaha qaar ka mid ah oo dalkeena ku aasay buu leeyahay asinaaciyati warshadaha leh litudfana si loogu aaso fii bilaadina waddankeen. Cabdullahi wuxuu yihi wamaadaa laa tudfanu oo maxaa loogu aasi waayay fii tilkal bilaadi wadamadaa laftooda asinaaciyati warshadaha leh miyaa dalkooda lagu aaso? Alaysa lahum ardu miyaan dhul lahayn kuwaasi? Alaysa lahum iyagu miyaanay lahayn ardun dhul mithluna sideen oo kale dad dhulla miyaan ahayn kuwan in la soo doonayo? Axmed wuxuu yihi balaa mee way leeyihiin lahum ardun dhul bay leeyihin mithluna keenna oo kale ah walaakin hase ahaatee ladeehim iyaga agtooda waxaa jira munadamaatun ururo ayaa jira dowladda iyo dalka ka dhisan oo xuquuqda u dooda aadamaha oo laa tasmaxu aanu ogolaanaynin bitalawuth albay'ati in la wasakheeyo deegaankooda wahum iyagu yakhaafuuna waxay u baqanayaan dadkaasi calaa shucuubihim ummadooda iyo dadkooda u baqanayaan dabeedna laguma aasi karo kuwaasaa qabsan ashkatiini. Cabdullaahi wuxuu yidhi walimaadaa laa nakhaafu oo inagu maxaynu ugu baqan weyna haddaba calaa shucuubina inagba dadkeena miyaynu u baqanno midlahum sidooda oo kale watakuunu maynu lahaanu lanaa inaguna munadamaatun ururo mila munadamaatihim ururadooda oo kale lamid oo xuquuqda ilaaliyo deegaanka ilaaliya maxaynu u yeelan weyn? Axmed wuxuu yihi haada arrintaasi ma waa sheeg yajib uu waajib yahay camaluhu in la sameeyo arrintaasi in la sameeyo waa waajib oo aynu arrintaa maaragtay aynu la nimaadnaa waa waajib inoo yaala buu yidhi. Isticaab waa in macnihii oo la fahmo weeye daa calaamata sawaab calaamada sax dhig oo calaamata khata baad dhig fama saxi lkhata wixii khaldan adigu sax saalixun musaabun bisaridaan ninka saalix la yidhaaha xanuunkaa kansarkaa ku dhacay kaasi waxa weeye waa qaladu ilinkiisu ku dhacay suu soo sheegay itniin maata fi lmadiinati cadadun kabiir magaaladaa laga hadlayay tiro weyn baa ku dhimatay oo dadka ka mido taasi waa sax oo suu soo sheegay. Dakarat alkutubu waxay sheegtay kutubtu ana nafaayaati waxyaabaha haraaga ah ee ka soo hara warshadaha iyo waxa ay soo saaraan ee sunta ee kemikalka ah madfuunatun fi lbeled waddankaa laga sheekeynayey waa lagu aasay marka waxaa qalad alkutub buu yihi kutubta ay ku qoran tahay asuxufu bay ahayd waa la qalad yaatan jaraa'idkaa ka warramay kutubta kamay warramin. Arbaca laa tasmaxu ma ogolaadaan bacdu lmunadamaati ururada yacni dowladaha qaar ka midihi bitalawuth lbay'a in la wasakheeyo deegaanka iyo cimilada dalka ma ogolaadaan wadamada qaarkood taana waa la saxayaa. Addowlu dowladaha assinaaciyatu ee warshadaha lihi tudfinu waxay ku aasaa tadfinu waxay ku aasaan
النفايات وحيابها هراجة كيف الكل كورسده أي صوت طوران كصوت قشنكة أو سقطة هي كيف الكل في الدول الفقيرة دولتها فقيرة أي كل رح أسرانه دل كودا يكون طوران دل كودا هو كلامي مهدان يقدر كودا كلامه نية دل كان كلامه عندنا كلاهين ثانو ولا صحية تدريب ثاني لا يرسك اللباد رتب إسكوها جاتي الجملة جملة ذها التالية تصوص عضا كما ورد في الحوار سوى وصى أرورين وذا شيكيس يجيت أحمري لبضانين بركه واحد روح كقري واحد رجع أحمد من المستشفى وقابل عبد الله أي الله كلمي زار أحمد ابن صديقه أي صابقضي وأخبره روح ورمي أن ابن صالح مصاب بسرطان إن حنون كسر كقري ذهب أحمد إلى المستشفى وهو تجي دكتور كوتجي الذي انتشر المرض في جسمه كاس وخفدي تركيسة حنون كاس وخفدي وحمرك على قبل أبي يا أفراد يا كذا ذهب أحمد إلى المستشفى وهو تجي دكتورك أيو تجي مركز زاره وح صوبه كلامات بقى كحجية أحمد أحمد ابن صديقه إنك وصاحب كده لابو صوبه قدي كاس اللي وح زينة يا دبادنا كشنات بقى كحجة وعلرنا يا الذي إنك كاسو انتشر المرض حنوك وقفا في جسمي تركيس وقفا في أيها كسي حجزة دبادنا علرنا يا كولاد بقى كحجة رجع أحمد أحمد وح قصان قدي من المستشفى أيو قصان قدي سب سواء إنك صوبه قدي وقابل عبد الله نوح الله كل بي منك عبد الله لا إله دبادنك سدح بقى كحجة وأخبره وقور مي أن ابن الصالح نك الورنجري مصاب بالسرطان إنه حنون كاسي وكل عي أي أشياء حاجة دمنا هو على قرها عنكرا قال دين تسرى المرض في جسمه ولا عنكرا ثاهر ولا عنكرا والله حلونك ذهب أحمد المستشفى بوتجي دكتور كوتجي زاره وصابه قد أحمد ابن صديقه إنك أي صاحب كيهين نك أي صاحب إنك يسيب وصابه قضي رجع أحمد من المستشفى وقصة النقطة دكتورك وقابل عبد الله عبد الله بودبيدنا لكل مي وأخبره وحشي أنا ابن صالح مصاب بالسرطان إن حنون كاسي قد عي الذي إنك كاسو إن استشرى وكفافي المرض حنون كاسي في جسمي تركيس وكفافي أو حنونك يعني سفادو حكو في عانتين كان رأي عدد نمبر سالسالي سقوها قاتينية تدريب تاني تدريب عفوا مفردات وحوية ورأي مكانة تدريب واحد وليلسك كوبات استعمل أديك سؤال الكلمات التالية كلمة ده صوص عضو حد عضو هو أديك ستاه في جمل جملوين كنك عضو أو خطر من إنشائك عضو عضو عرسه أبور كيذا عضو الله دهي إنشاء يتعبير عضو الله دهي أري يجملوين آت سميسي عضو خطر أريدا لحدة يذكر ويعني وحو الشيقية يخاف وحو كبقية أرض وارل يدفن وكو آسيا يسمح وحو وقلاضي مصاب وحو قلعي أريدا جملة عضو آت سميسي كل أحتر مدولبا مدولبا جملة خطر تدريب تاني ليلس كلابات ابحث واحد كبار ده عن الكلمات التالية أريد الصوص على في معجم أريبحية أما قاموس عربي أفكا عربي وسجل ده بأن واحد قرطها معانيها مركز قاموس كيها شو ميل مدل بمعانيها ده كقر معاها كقر مدفون واشي ميل لغو آسي يحير كان وحوين واحد قفك وريرية أو دوخية التلوث وحويان ووسخوغ أي وسخو ده بوليوشن كوحل إله ده كل عمارتي ديغانك أسر ده هو عضر خنسرك البيئة تنوى ديغانك لفتيسة ما تنوود انتوهي أريد أبار بوكوري قاموس كأيك تبعدنا أدوك قر إما كواحوي أصواته وعضد قلب النون الساكنة والتنوين ميما هلقا واحد نكو قادنا إنا نون ترهيبا أولو بدلو ميم إيه التنوين تلفتي ده أو ميم لغا ديجي مركا الأورا واقعيو وحمر كاري تقلب هو اللي بدلا النون الساكنة النون ترهيبا إيه والتنوين التنوين تهم ميما با لغا ديجا إذا وقعت هذي قبل الباقي هذي بعض كهر ريان waxa loo akhriya muxuu aha miin baa loo akhriya nuunti waatan fa anbatna fiha habban fa anbatna aan yaani ka soo saarnay miro fa am nuun ka reeban hadii bay ka dambaydo nuun ka reeban hadii bay ka dambayso nuun ka miin baa loo akhriya
وأما من بخل واستغنى نون كاره من بعض بخيل كتب العدي من بالو أخرية هو كي إغلاب كل أورينشري كلا لينبذن في الحطمة ينبذن نون كا ين بعض خطم بيسو من بالو أخرية إذا انبعث أشقها إذا انبعث نون بكتر بابا كتب بيسو وحلو أخرية ميم توين تنوام حي عليم بذات سدو توينتا عليم إبادة خطم ويسو نون وي توينتو نون تا من بالور رقا هاديا بالغ الكعبة وفرسو هاديا توين باكو جرتا بابا خطم العضي توينتا من بالور أخرية وأنت حل بهذا البلد حل توين باكو جرتا بابا خطم العضي بهذا باديد لأنه حلو بدليا نون بالور أخرية ثماني وحوي هني أم بما أسلفتم هني أم بما أسلفتم هني أن توين باكو جرتا بابا كتب العضي وحلو أخرية محي توين تنون بالو مين بالو أخرية ملاحظة نحوية وحوية تلعاء أما ملعسي حق نحوها أدين عن نحوها فعل الأمر من المعطل وحي مخلقها لفعل أمرك أو مارت معطل أما حق دمك بك يحذف هو لقويا فعل حرف العل حرفها عذرك مع الأمر أمرك هو لقتل من الأول حق هوري إذا كان واو هدو واوي هاي ومن الوسط لحظة نوال لغترة ومن الآخر حق الدمر والغوية يحذف حرف العلة والغترة مع الأمر هدو أمرك لصعود من الأول حق هروا لغوية إذا كان واوان هدو ووي هاي ومن الوسط لحظة نوال لغترة هدو ووي هاي ومن الآخر حق الدمر والغوية هدو ووي هاي مركا وحوية ادرس براء والله حدو فرسو وعد وحو بلنقا دي سوماها دي بنوحل يعيدو وبلنقا دي عد بالأرنية وعلى هذا الواو وقعت بين عدوتها وعلى هذا وعود أمر حيث بين هذا يأيو كسر أمر حيث مركا مركو يعيد النقض يوعد الله ما إله يوعد يوالقو يوم مضارع على قترة أمركم هو مضارع مارتي انت مضارع ومبو النقضاء وأحوال الله مضارع بضنا أبا مركا وعاد يعيد بقى مركا رب الله يعيد مركا وعالقو نيا وابلنقات وصل او قال يسل والارنيا مركا ممكن مضارع على التوقف سل يعني قال وصف اوت الماء يصف اوت الماء سف تلمان مركا ولا قويا لحظة ذوك جروا سنو قال وحو يلي يقول والارنيا مضارع ولا سعونيسا يقول يقول وحو ارنيا قل به ولا قويا لحظة ذوك جروا نام وصيح ذي ينام وصيح نيا ينام نم بالارنيا مركا نوم أصل كيدو وحوية روان نوم أصل كألف كألف تيسا أيهو سارة وسعودي سر سعو يلونا أيضا سارة سر سعو واي هاي كان يسوق واحد بدان ويا بيها سار يسير سير سر صعب مركا وأون حرف علة قضى يقضي ولا جوني حاجة دمور كتره سعى يسعى اسعى حاجة دمور طالق كتره دعا يدعو كان يسوق هو ادعو كون كلا وضرك سا اقضي يا بعد ذاك مكان مركز أساسا لوجو يا حرف علا مركز أمريكا تدريب كان هو لايلس ضع واحد كتاب فعل أمر فعل أمريكا من الأفعال التالية صوص عطاء كما في المثال سنت صارها صوص عفوا ضع ما هو صق ويان صق كان أو كذا رالي وكصوص فعل أمر فعل أمريكا كان من الأفعال التالية فعل صوص عطاء فعل أمريكا كان كما في المثال ستة صارها نقرب يدعو صومها ادعو ويروي مرقى لنا خاف يخاف خف بلونا يا مركب على يعلو اعلو نها ينهى انها لقيا يلقى القى عفا يعفو عفا يعفو وعفو أيون قنايا مشى يمشي امشي وزن يزن زن
ayuu noqonayaa maala yamiilu mil waqaaya qi qi caasha iyo ciishu cish ittaqaa yattaqi ittaqi ishtaraa yashtari ishtari baaca yabiicu bic yaclu calaa yaclu uclu yumli yacni imli ayuu noqonayaa ayuu noqonayaa saasoo kale amar uga soo wasaar kuna dhan fahmu lmasmuuc iminkana waxa weeye in la fahmo wixii laga maqlay cajalada oo kale istamic ila alkhabar iyo khabarka dhegayso waa warka cajalada ku duuban uma ajib ka jawaab can lasilati alaatiyati su-aalaha soo socda biikhtisaari si kooban uga jawaab fii ayi beledin waddankeebaa majlisu madiinati brisbane miya halkuu ku yaalaa buur ma almushkilatu alatii tuwaajihu almadiina waa maxay dhibaatada haysata magaalada maadaa istara almajlisu muxuu ibsaday golahaasi bima tacmalu alxaafilaat maxay ka shaqeeyaan basasku mal hadaf waa maxay ujeedada min sharaai hadii alxaafilaat basaska laga soo warramay sababta loo iibsaday maxay ahayd maa nataaiju istikdaami alxaafilaat aljadiida waa maxay natiijada ama waxa ka dhashay markii la adeegsaday basaska cusub ee la iibsaday kuwaasoo dhami waxaa lagaga jawaaya marka dhegeysa cajalada takallam tanna waa hadal weeyaan tadriib waaxid tabaadil asilata walajwibata maca zamiilika isweyaasaad iyo saaxiibkaa su-aaliyo jawaab nashaadun thanaayun waa shaqo laba geesoodla ah oo laba qof ay qabanayaan ayna taciishu halkeed ku nooshaadu fi lmadiinati ma magaalo weyn iyo magaalo amfrrif mise miyi baa degantahay iyo tuule meelaha miyada itniin hal taciishu fii madiinatin kabiiratin waxaad ku nooshahay magaalo weyn am sakiir mise magaalo yar talaad hal taciishu fii ixda dowlad salaaciya ma waxaad ku nooshahay dowladaha warshadaha la mid ka mid a arbaca ayna yakturu talawuthu lbay-a halkuu ku badan yahay wisikhowga xagga deegaanku khamsa mataa yantashiru maradu saradaani goormuu fidaa oo faafaa cudurkaa layidhaha kansarku limaada muxuu u fidaa hal tuxibu miaad jeceshahay an taciisha inaad ku noolaato fii bay-atin deegaan hayri nadiifatin aan nadiif ahayn limaada haddaanad jeclayn maxaad u jeclaan weydi tadriibtaani layliska labaad qaarin waxaad isbarbar dhigtaa isu eegtaa bayda suurateyn labadan sawir ee halkan ku yaalla isu eeg undur eeg ila suurateyni horta labada sawir eeg jayidan si wanaagsan u eeg asuuratu luulaa sawirka hore waa labadan hoose aynu hoos qoran limadiinatin magaalo ayaa sawirkan leh fiihaa magaalada waxaa ka jira talawuthu lbay-a wisikhow xagga deegaanka ah wa fii suurati lukhraa sawirka kalena qaryatun waa meel daabiyad ah oo aan magaalo weyn ahayn laysa fiihaa talawuthu lbay-a oo aanu ka jirin wax wisikhow xagga deegaankii kama jiro waata xagga xigta bidixda fi ayil makaane labada meeloodkeebaa tuxibu jeceshahay anta cisha inaad ku noolaato limaada maxaa yeelay ma meesha nadiifta abaad jeceshahay mise meesha aan nadiifta ahayn maxaad ku dooratay kolley meesha nadiiftu qofku jecel yahay maxaad ku dooratay baa layidhi iminka waa maxay anwaacu talawuthi lbay-a waa qaybaha ay ka kooban tahay wisikhowga deegaanku qaybuu ka kooban yahay maa ahamu suurati talawuth maa ahamu suwari talawuth waa maxay waxyaabaha ugu muhiimsan ee sawirada ama tilmaamaha xagga wisikhowga xagga deegaanka itniin mal amraadu latii yusabibuha talawathu waa maxay cudurada uu dhaliyo wisikhowga deegaanku hal talawathu lghidaau cuntadu ma wisikhoobi kartaa kayfa si wisikhowdo hadday wisikhowdo hal talawathu lmaau biyuhu miyay wisikhoobi karaan wal hawaau iyo hawadu miyay wisikhoobi karaan kayfa see u wisikhoobdaan hadday dhacdaba hunaaka halkaa waxaa jira adduunyada yacni iyo deegaamada suwarun tilmaamo iyo qaybo cadiidatu tiro badan oo litalawuthi lbay-a deegaanka wisikhowgiisa ka mida baa jira iyo bolutionka waxaa la yidhaho ahamuha waxa ugu muhiimsan oo ugu mudani waxa weeye talawuthu lhawaa ee ugu khatarsani waa hawadoo wisikhowda
وتلوث الماء يبيه وسخوبه وتلوث التربة يضعه أي عمود وسخوده يوضع وضع سنقرد يسحو صومح قابطة يتبغض جوعه وحاصابطة أيامنا دباتوين كمذا وفي ما يلي وحن صوص عضا وح كتشرة تعريف تلمان لقب حنايو بكل بهذه الأنواع قيبها أن شجنا وسخوجة وح لقب حنايا تصارع عز وحن كذا قيحن يوم مرتين إلا تلمامه تلوث الهواء هواء أو وسخودان تلمامينا الهواء وهذا به هواء الذي هو الله راحة له آري راحة أسقنان يصبح وح النقضاء هواء هو النقضاء له لا رائحة وي الهواء هو ذا الذي لا رائحة له هو ذا أن أرتلاهين يصبح وح النقضاء هواء هو النقضاء له رائحة أرله وله اللون أو مذبلة أيضا هو ذا إنت بدن يأرنا مذبنا مره وح النقضاء هذا مد أرئي مذبلة والسبب واحد عليا في هذا التلوث والسخوجا وهو ذا مذب أيه أرن أيه له وهذا إحراق النفط مركز سليد للجبو وهذا ركز هو ذيقو أنت إسحدم مدوباتي إسلام مركز أرئي على تي هذا ركز وهو الذي بسبب محركات السيارات وعناك هنا إن هو ذو مذب نيلة أرن نيلة سبب توحوي ومشينة بابورت يو غيرها مشينة كلي يلا استعماله ويضر روحه دباتي تلوث الهواء هو ذو أو السخودة بصحة الإنسان عافمات كقفك بين آذن كدبي أكينتا فيؤدي روحه كان إلى التهاب العيون إن أي كدعو وحل إلى هذا التهاب أما ينفكشن برده هو إنه كدعو وحل هذا عابق حق عنده إيه والرئة سنببضة إن عاب كدعو أيو كان ويسبب حق الولياء تلوث الهواء هوده هدوه السخوده كذلك ساس وكره وحود الانكرا موت موت الحيوان نورها كن نوره حوريه وغاريه حول بره إن الانتان والنبات إن حتى برتنا إن الانمته أيو كان ذاتك وقرا ماها تلوث الماء مكانه وبيه السخوده يؤدي وحود الولياء إلى تقليل الماء إن هرتل أيرادان بيها النقي النظيفة العذب معاني حرادين أيرادان أياك لشهد بيه سخوبا الذي بيها سيستعمله الإنسان ضدك واستعماره في شرب عبتانك يو النظافة وحكو نظيفية كو استعماره أيا يرانية والسبب وحا هذا بقو سبب أردالية في تلوث الماء بيه سخوبا رمي المواد إن لقو تورب بيها سيدا الكيميائية وحيابها كيميكالكا هذه بيها لغو تورو بيها وسخوبية والنفايات هذه لغو تورو هراغة الحيوانية وحيابها مثلا حيوانك بختك أوكالي هذه بيها لغو تورو أما لفها أوكالي وحي حيوان هذه لغو تورو إيه والنباتية وحد ارتكسو حربا هذه بيها لغو قرو ويكو سخوبان ومياه الصرف الصحي في البحار والأنهار والآبار وحقلوك هنا ومياه الصرف الصحي يبيها للحيو اللوت للقليو يحق عاف ماذاهان في البحار والأنهار والآبار يعالشا مثلا هذه بيها كسوقات مركب ورشدوه بيه استعمالان بيها سوحبا كسوحرا وحيابها باللعادها وحن أورن مركب بضع يوم بيضة لغشبه وحي كان وسخو بيها وسخوبان وحن كيمي كالكي ورسلو سيدان بيها الراعة وبيها ضوحة لقليو أما لقليو بضعها لقليو أما وبيضة لقليو ووين وحي كان إني بيها سوسخوبان عضوطان مركب ضمك دلاعة ويسبب وحود عليا تلوث الماء وسخو بيه أمراضا حنونو كثيرة تنفر بضا للإنسان بن آدم كوكيانا ويؤدي وحود عليا إلى موت الحيوان إن الإنسان نورها أما بده كشرة أما برهق كشرة يو النبات البرت لفتي دوا تلوث التربة هذه عمود هذا هو السخودة يدنا يتلف وحد لا هذا النوع النوعاني ومن التلوث والسخوية هي التربة الجيدة
عمود وناكسن إيا عرض وناكسن إيا وحصو صارتا أي نوع عن الدلا ويؤديوه كان هذا كاسي إلى فقد مساحة إن قبل وايو من الأرض للكاء التي للكاسو يزرع لقبيرو فيها للكاء النبات الارتياع انتظى لقبيرو ويا الله بيرا لغذاء الإنسان انتظى ضدك لقبيرو إيا والحيوان تحولها لقبيرو والضوضاء ضوضاء ونو السخو كتاه والضوضاء صوحا كياسا قرنا كدا عدم مقالوين كواوين إيه وحا لميتك أهي إيه تشبغضا بعدا تكثر وحا باديسا الضوضاء وحا باديسا فيلم وحا كورتا كوبا دانتهاي فيلم دوري مقالوين كواوين بيه كوبا دانتهاي سنقردو وسببها وحا كيانا إنا سنقردو بداتو وسائل النقل قاديدك لغو كرقوشو أيا او صوا انتا بدان وحا كاميدا من دائرات دياردها وحافلات بصاسكا وقدارات ترينادا والسيارات بابورتا كما تسببه وحق الأرض عليها الأجهزة الكهربائية قلبك إلكتريكا إلا استعمالنا أرض عليها المختلفة إيكال الدول التي في البيوت إيقريها لغو استعماله أما كاويتها نقطو أما غير كيتها نقطو وحق استو إلكتريكو شقيار أرض عليها وسخوك مستنقرنا كده شيء صوحنك يقوح وتؤدي واحد اللي سهضبا الضوضاء صوحا كبدا كتير محوها غير ذي السنقرد وويني إلى ضعف السمع إن ذاتك ديجي هو عصر هذا ديجي بيران أي عدع كريسا وعقول عضو والقرد نحذين إيو فعبي أرققح يسسنو ويكو بيران ذاتك والله أعلم بالثواب وبالله توفيق.